السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأريكم طريقة تحديث جهاز انفينيكس نوت 4 برو إلى نسخة أندرويد أوريو. ستجدون نسخة التحديث، هي نسخة تحديث هوائية، ستجدونها أسفل الفيديو. الآن سنذهب إلى الشرح. أولا ستضعون نسخة التحديث الهوائي على كارت ميموري كما ترون. أنا وضعتها على كارت ميموري، هي كالآتي: ديكارت أبديت إكسيتيرا. ألوغ، عندما تضعونها في الكارت ميموري تذهبون إلى السيتينغ أو الإعدادات، ثم تذهبون إلى أبخوبو دي ميزاجور أباوت فون، ثم تذهبون إلى ميزاجور دي لوجيسيال سيستيم، ثم تنقرون على ميزاجور لوكال، ثم تختارون الكارت اس دي او الكارت ميموري، ثم تنقرون على ديكارت ابديت. انا لن يفعل معي التحديث لانني اعمل على جهاز انفينيكس 05. هذا التحديث هو صالح فقط لاجهزة انفينيكس نوت 4 برو، وهو تحديث اوريو، وهي نسخة جيدة جدا، نسخة فعالة من أجل الحفاظ على البطارية. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، ولا تنسونا تفعيل الجرس والضغط على زر سابوني ونشر الفيديو مع أصدقائكم لكي تتم الاستفادة أكثر. والسلام عليكم ورحمة الله.